ما هو التوحيد؟ التوحيد هو بوقته هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني أشياء خاصة بالله لا يمكن أن يشارك فيها أحد. إذا الله تعوردو إذا مو هو من ده تعوردو تن حق دول هو من ده تني بيقي تاني خلي شوش دول هو من ده الله تعوردو إذا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قد توحيد قد يق توحيد أنت أحا الله تعوذي يشدوه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. توحيد الربوبية بورشن معنى إذ الله تعوذي تو يشو العمل الثاني مثلا أدم قولر. الثاني توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. شولوغ داقة توحيد الألوهية يو إذا الله تعوذي إذا عبادة ترت أي لا يوشهد العبادة عن الله عنده. الثالث توحيد الأسماء والصفات. قول هناك توحيد الأسماء والصفات دو بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله تعور دو إذا تم ترشت تم صفات الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات خاصة به سبحانه وتعالى. الله ترشت يو صفات شئو تن 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 يولوش لا يشارك فيها أحد. لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. تخليش ميات بوخ قوتش والله تنغ تعتر والخليش ميات بوخ شيء تاني إيشان بولش